تويوتا CHR هي الوجه الجديد لدى فئة كروسوفر المتعددة الاستخدامات، وذلك من خلال شكلها الخارجي المستقبلي المميز. السيارة متوفرة بثلاثة تجهيزات مختلفة، ونحن جربنا موديل ستايل سيليكشن. لم تمضي ثلاث سنوات بين دراسة الموديل الأولي والإنتاج المتسلسل لسيارة تويوتا CHR، وهو اختصار لكوبي هاي رايدر، وكانت تويوتا تهدف إلى تسويق هذا الموديل عبر علامة سايون الأمريكية الشمالية، لكن عندما توقف إنتاج هذه العلامة طرحت تويوتا سيارتها الكروس أوفر في الأسواق. بزواياه الحادة ومقدمته اللافتة يبدو الموديل أكثر قوة، وطوله الذي يصل إلى 4.30 أمتار لا يبدو واضحاً بسبب العديد من الزوايا في الهيكل. الإطارات المعدنية للعجلات مناسبة تماماً للشكل الخارجي العصري للسيارة. أما مقابض الأبواب فمثبتة على الدعائم الخلفية للهيكل للحفاظ على انسيابية التصميم. المصابيح الخلفية تمنح السيارة مزيداً من الحداثة والقوة. الموديل متوفر في ألمانيا إما بمحرك توربو سعة لتر وعشر لتر ذي أربع اسطوانات، أو بمحرك هجين وسعر إضافي يبلغ 3000 يورو. أما المحرك للسوق الأمريكية فقوته 150 حصانا وبسعة لترين، ورغم ذلك يفتقد الموديل إلى محرك توربو كبير بعنفوانه المعهود. أما التسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة والذي يتم خلال 10.9 ثواني فلا يمنح السيارة صفة السيارة الرياضية، لكنها اقتصادية في استهلاك الوقود بمعدل 6 لترات لكل 100 كيلومتر، وهو ما يعني صلاحيتها للمسافات الطويلة. عندما قدت CHR للمرة الأولى كنت منبهرا بتجهيزاتها الداخلية البسيطة، كهذه العناصر المطلية التي تمنح القمرة هالة من الجودة العالية، وهذه الخياطة الوهمية التي تبدو وكأنها تطريزات على جلد طبيعي، لكن برنامج نظام الملاحة والجرافيك الخاص به كان بحاجة إلى أن يكون أفضل. الموديل الذي جربناه مزود بنظام تدفئة للمقود، ولوحة المعلومات تبدو عصرية، والكونسول في الوسط سهل الاستخدام أيضا. أما وضع الأغراض فلا مكان له سوى في جنبات الأبواب. المقاعد ملونة ومتناسقة مع ألوان لوحة التحكم ومريحة للسائق. عند الفرملة عند المنعطفات أو عند إشارات المرور وفي نفس الوقت التخفيف من السرعة تتوفر أكثر من إمكانية للتعامل مع هذا الموقف، منها اختيار حركة سير بطيئة، لكن هذه الحركة تؤدي إلى اهتزازات في السيارة وتفقدها التوازن، ولهذا أسبابه التقنية، أو أن يكون قائد السيارة متمرسا ويمكنه التعامل مع ناقل الحركات والدواسات في آن معا، وهذا ليس بالأمر السهل. لذا ولتجاوز هذه الثغرة اخترت تويوتا نظام IMT System لفئة CHR، ويعمل هذا النظام بشكل آلي عند تخفيف السرعة على تحقيق توازن عبر الضغط بحرص على دواسة البنزين، ويعادل عدد اللفات بين صندوق التروس والمحرك نفسه، وهو ما يمنع من حدوث الاهتزازات أو إرهاق المحرك أو نظام الكبح. يبلغ سعر تويوتا CHR في ألمانيا قرابة 22,000 يورو. لا
بالتأكيد سيارة CHR جيدة، لكن ارتفاعها المبالغ فيه عن الأرض لا أجده ضروريا، وعدم تزويدها بمحرك رياضي أمر مؤسف. فهذا التصميم يناسب تماما السيارة الرياضية، ولا أدري ما إذا كانت مقدمة سيارة SUV بهذا الشكل ضرورية.